فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. تحدث المؤلف رحمه الله فيما مضى عن ذكر القرآن لمشابهة هذه الأمة لمن تقدم في الدين والدنيا وذم ذلك، ثم قال رحمه الله: وأما السنة فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك والنهي عنه وكذلك في الدين، ثم ساق أدلة. نعم، هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأدلة ولله الحمد تكون من الكتاب الكريم ومن السنة النبوية المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمع دليل الكتاب ودليل السنة كان هذا أقوى، وهذا ما حصل في تحريم التشبه بالكفار، أنه دل عليه القرآن ودلت عليه السنة النبوية. نعم. قال: فأما الأول، يعني من أدلة السنة على ذلك، الذي هو الاستمتاع بالخلاق، ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله، فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال الشيخ رحمه الله: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف على أمته فتنة الفقر، وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها، وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. نعم، هذا من الأدلة من السنة على أنه سيحصل في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه منها، يعني نصيبه من الدنيا. وهذا في حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، والبحرين المراد بها هجر، وهي بلاد الأحساء في ذلك الوقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالحهم على أن يدفعوا من المال ما شرطه عليهم، فأرسل أبا عبيدة يأتي بهذا المال الذي تم الاتفاق بين أهل البحرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ولما علم الأنصار بقدوم أبي عبيدة جاءوا مسرعين في آخر الليل وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، ليس من عادتهم أنهم يأتون بهذه الكثرة رضي الله عنهم هذا يدل على حب الإنسان للدنيا، حتى ولو كان من أقوى الناس إيمانا فإنه يحب الدنيا، ولا يلام على ذلك، لا يلام على محبة الدنيا، ولكن يلام إذا أسرف في محبة الدنيا وقدمها على الآخرة، هذا هو الذي يذم. أما كونه يحب الدنيا، الله جل وعلا قال: وتحبون المال حبا جما حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. حب المال، يعني هذه غريزة جعلها الله في الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم تبسم عليه الصلاة والسلام تعجبا من يعني حب الإنسان للدنيا، حتى ولو كان من أهل الإيمان القوي ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك عجب صلى الله عليه وسلم وتبسم، يعني ضحكا خفيفا، هذا عادته صلى الله عليه وسلم، أنه كان ضحكه التبسم، وإذا بالغ في ذلك بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، ما كان يقهقه بالضحك، وإنما كان يبتسم، وإذا بالغ بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، تعجبا من حبهم للدنيا مع قوة إيمانهم. ثم إنه بشرهم وقال: أبشروا فلن أبخل عليكم بشيء فيه خير لكم، ولكن ولا أخشى عليكم الفقر،
لأن الفقر الفقير يتواضع ويسكن وينشغل بطلب قوته، نعم، فلا يخشى عليه من الطغيان. الفقر فيه مصلحة من ناحية أنه يكسب الإنسان التواضع، ويكسبه أيضا القناعة بما آتاه الله، لكن الخشية من كثرة المال. الله أكبر. من كثرة المال، لأن المال يطغي كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالغنى فيه خطورة، الغنى فيه خطورة شديدة. ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، يعني وفرة المال، فإن ذلك فيه خطر، لأنه يحمل الإنسان على الطغيان، ويحمله على اتباع الشهوات، وهو الاستمتاع بالخلاق، بالخلاق الذي حذر الله منه. نعم. قال: ولكن أخشى عليكم أن تمسط الدنيا كما بسطت عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. تنافسوها يعني تتسابقون إليها، وإذا تسابقوا إليها حصلت الشحنة، وحصلت الخصومات والمنازعات بسبب التنافس على الدنيا. فالتنافس على الدنيا يسبب محاذير بين المسلمين، فهذا الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على خطر المال، خطر الغنى والثروة، وأن المسلم يحذر، وإذا آتاه الله مالا فليكن على حذر من ذلك، لئلا يطغيه هذا المال أو يحمله على الانشغال بشهواته وملذاته والإعراض عن الآخرة. نعم. قل من يفهم الشيخ التوسط بين التحذير من الطغيان عند الغناء وفوائد الفقر، يفهم أنه لا نطلب معاشا ولا رزقا، نقعد وندع العمل. قلتم لنا ذلك وأخذ الكفار الدنيا وقعدنا نحن في المؤخرة. ما قلنا يقعدون، لكن نقول إن الفقير لا يكون فيه مثل ما في الغني من الطغيان. نعم. ولم نقل إنه لا يطلب الرزق، يطلب الرزق، الله أمر بطلب الرزق، ولكن هذا من باب المقارنة بين الغنى والفقر، بين الغنى والفقر، لا من باب أننا نحث على ترك طلب الرزق وعلى ترك العمل للدنيا، لأن العمل لدنيانا بأن نعمل ما يغنينا عن الناس وعن الدول هذا أمر مطلوب، هذا المقصود.